نصيحة أخيرة إلى هذه القوات أن توقف هذه الحرب. والله لا هناك منتصر على هذه الحرب، دمار ونزع وسرقة ونهب، لم نتذوق إلى هذا العيد طعما أبدا. فهناك الحزن في الفوقداء، هناك الحزن في الدمار، هناك الحزن في النهب. الأطفال الآن لا يفرحون، لا توجد الابتسامة على وجوههم. وجد أنها لهم داخلية التي فيها ذكر الله من شعائر الله، وما كانوا يمنعون من الدخول في الإسلام. بل إنه هذا العيد مختلف عن الأعياد، لأنه عيد يعني تحت القصف و اللي الدماء التي وسيغت، الدماء الطاهرة التي وسيغت، والرعب العاش فيه الناس في الأيام الفاتت، واللي هي يعني نعمة الأمن التي سلبت.